السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتي، جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم خاوتي راح نعطيكم الملف المطلوب في تأشيرة البرتغال. خاوتي تأشيرة البرتغال يطلبوا يعني كيما يقولوا الأوراق باللغة الفرنسية ولا باللغة الإنجليزية ولا باللغة الإسبانية، فهمتوني خاوتي؟ يعني في هذو في ثلاثة يقبلهم. يعني حبيت نقول لكم تاني بعض الملاحظات، يعني الملف تاعكم يعني ديروا كامل فوتوكوبي. وكاينه ملاحظه واحده اخرى خاوتي، حسب ما راني نشوف انايا في الوثائق المطلوبه تبان لي باللي فيزا تاع البرتغال تبان لي شويه سهله بالنسبه للناس اللي كيما يقولوا صح خدامين وعندهم اوراقهم ريغلومونتير. ونصيحه ثانيه خاوتي، ننصحكم انكم ما تشروش دواسه يعني مخدومين، لان في طبيعه الحال ما راحش يمدوا لكم، فهمتوني؟ لانهم دوكا سيقدروا يدخلوا الموقع تاع الهنا تاع لافيلياسيون يعرفوا باللي هذا الدوسي مسكاني. مالا حذاري حذاري خوتي. خلونا ان شاء الله نبداو الفيديو هذايا وخليكم معنا خوتي حتى الاخير، راح تستفادوا من المعلومات والنصائح اللي راح نقولهم في الفيديو هذايا. وخوتي ثاني ديروا لنا جام باش الناس بزاف يستفادوا من الفيديو هذايا. بارك الله فيكم خوتي، هيا نتكلوا على ربي ونبداو ان شاء الله الفيديو على بركه الله. اولا خوتي، اول حاجه مطلوبه في تاشيره البرتغال هي الفورميلر، يعني اولا الفورميلر. عندنا خوتي اثنين صوره شمسيه 3.5 و4.5، يعني صوره تاعك تروح للصور يقول لك فوتو تاع نقولوا تاع فيزا. عندنا ثلاثه خوتي الباسبور، يعني الباسبور لازم يكون مده الصلاحيه تاعو لا تقل عن 6 اشهر، يعني كيما يقولوا تكون الساعة مخرج جديد ولا مازال يعني ما يموت، هكذا باش تفهموني. ودير فوتوكوبي على الباسبور هدايا، يعني دير 5 باج الاولين هذوك فارغين والله فيهم لي فيزا، مهم دير انت فوتوكوبي على 5 باج الاولين. عندنا خوتي ثلاثة، وهو الحجز الفندق، وعندنا حجز التذكرة خوتي، يعني حجز الفندق وحجز التذكرة هذو لازم وأوبليغاتوار، واللي ما يعرفش يخدمهم يتواصل معايا نخدمهم لو بوبري مليح. عندنا خاوتي لاسيرونس دو فواياج، يعني لاسيرونس دو فواياج الأصلية وفوتوكوبي، وهادو ما وين ديرهم خاوتي؟ ديرهم ماذا بيكم عند لاكات ولا لاكار اللي هما شركات معتمدة، وديرو تاع تأمين تاع 30,000 يورو، يعني لاسيرونس دو فواياج يسقام لكم 150,000 خاوتي عند الوكالة تأمين السيارات. اما بالنسبه خوتي للناس اللي راهم ساليري، يعني الاوراق اللي يحتاجوهم في الملف تاعهم، يعني يحتاجوا شهاده عمل، كشف الراتب تاع 6 اشهر الاخيره، رولوفي تاع سيموا الاخرى تاع سي سي بي اذا كان يخلص بالسي سي بي، وكذلك يعني لافيلياسيون تاع الكناس، يعني شهاده انتساب الى الضمان الاجتماعي، هذا بالنسبه للناس الخدامين، وكذلك حساب بنكي بالعملة الصعبة الأورو، ويكون فيه مبلغ تاع كيما نقولوا حنايا 60 أورو بار جور ولا يعني 70 أورو في اليوم، يعني انت راح تقعد 10 أيام دير 700 أورو، وهي من الأحسن دير انت 1000 أورو 1100 1200، يعني ماكسيمو خاوتي سورتو إذا كنت تسلك انت 4 ملايين. وأما بالنسبة اللي كيما يقولوا حنايا لي زيتيديون اللي يقراو، ليزيتيديون واش يديرو؟ يديرو كيما يقولو بريزون شارج على لي بارون تاعهم إذا كانوا خدامين، زيد يعني شهادة مدرسية وبطاقة الطالب، هادو لازم خوتي سي أوبليجي، مع الدوسي تاع البريزون شارج تاع لي بارون تاعهم، راح يكون يعني الملف إن شاء الله كومبلي. كيما قلتلكم خوتي، الناس اللي حابين يديرو حجز الفندق وحجز التذكرة واستمارة تاع المعلومة ما يعرفوش يعمروهم، يتواصلوا معايا خوتي نخدم لهم ببري مليح إن شاء الله. وبارك الله فيكم خوتي، وماذا بكم ان شاء الله تبارطاجوا لنا هذا الفيديو باش الناس بزاف يستفادوا منه. وانا راني نشوف باللي كيما يقولوا فيزا تاع البرتغال هذه تبان لي باللي الملف تاعها ساهل وسامبل، وكذلك حجز الموعد تقدروا ديروا حجز وحدكم، وان شاء الله راح ندير لكم فيديو باش تعرفوا كيفاش ديروا حجز موعد وحدكم ان شاء الله وتدفعوا، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.